لا يزال قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب يصنع الحدث، فعلى غرار المشاكل التاريخية، تحركات المغرب الأخيرة الداعمة لحركة الماك المصنفة كمنظمة إرهابية أثارت غضباً شعبياً واسعاً، خاصة بعد كشف التحقيقات الأولية عن تورط أكثر من 20 منتمياً لها في قضية اغتيال الفنان جمال بن إسماعيل التي أحدثت حالة من الهلع في مختلف الأوساط الجزائرية. راني موافق 100% و200% على انقطاع هذا المعلاقات تاع مع المغرب، باسكو هاد البلاد يا اخو المغرب هذه كانت العلاقات معنا دخلوا لنا السياسه البوليتيك، حبوا يخربونا البلاد بالماك كرياو يبعثوا ليه وتبعت للمغرب والمغرب يبعث للجزائر، حبوا يخربوا حاجه المليحه هذا تبوا نغلق عليهم انقطاع العلاقات ومليحه الجزائر. انا والله غير صافي بليزر كي قطعوا العلاقه معاهم، باسكو علاش؟ انا راني مواطن جزائري، واش رانا مستفيدين منهم؟ ما عندنا والو، وهما ما يدخلوش روحنا في الشؤون تاعنا وحنا ما ندخلوش الشؤون تاعهم. باسكو علاش مروك هكذا حابه دير فتنه بين الجزائر وحنا ما قريتو شعبها ولا حنا شعب؟ حنا خاوه بصح سياسه خاطينه معاهم. وبينما دعت دول مختلفة إلى تجنب التصعيد بين الدولتين، يؤكد مراقبون أن عودة العلاقات الدبلوماسية مرتبط بعدة شروط. أرى بأن شروط الجزائر لإعادة تطبيع علاقتها مع المغرب هي ذات الأسباب التي أدت إلى قطعها، وبالتالي على المغرب أن يقدم اعتذارا رسميا لكل الانتهاكات التي ألحقها بالجزائر وبأمن الجزائر وبسمعة الجزائر، وأن يعلن قطيعته مع المنظمتين الإرهابيتين التي تعيد فسادا في الجزائر، وأن يعيد ربط تأسيس لعلاقة قائمة على حسن الجوار وعلى مبادئ الأخوة والجوار الذي تتغنى به المغرب الآن. وتعد قضية التجسس من خلال استخدام برنامج بيكاسوس والتي طالت مئات الشخصيات الجزائرية من بين أهم الأسباب التي دفعت بالجزائر إلى اتخاذ القرار. الجبهة الاجتماعية بالجزائر لا تزال تبدي غضبا من سياسة المغرب اتجاه الجزائر ومحاولتها الدائمة لاستنكار الأسباب الحقيقية التي أدت إلى القطيعة، فبينما يتألم الجزائريون من الجريمة التي نفذها عناصر الماك، لا تراجع ولا تبرير من قبل المغرب الذي أعلن دعمه لها سابقا. من الجزائر، سارة بانا أليعو.